يسعى المنتخب السوري وحده وحده للسوريين. اذا جات نستفيد منها نستفيد منها. تنحط في الجول. الله 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 الله. عمر السومة يتقدم بالهدف الاول. سوريا تتقدم بالهدف الأول. ظهرت رايات العرب وظهرت أعلام سوريا وظهر عمر السومة في الدقيقة الخامسة على بداية المباراة. استفادوا منها ترجموها إلى هدف تقدم مباشر. كرة حطت في المرمى مباشرة على السومة. عمر يتقدم ولاحظ. يا سلام يا سلام يا ولد الحاج محمد ثامر. يا سلام يا ولد الحاج اللي يتقدم مباشرة. ولد الحاج يهيئ الكرة إلى السومة. عمر السومة في مرمى الأستراليين وهدف مبكر لمصلحة المنتخب السوري اللي يصل الآن إلى. شوف البداية المثالية جدا جدا جدا. ياسي أمامك يتقدم لم يهدأ المنتخب الأسترالي. خطيرة في الجول. جول جول. هدف التعادل. هكذا تلعب أستراليا. ومن المفروض وبناء على مشاهدات المنتخب الأسترالي معروف عنها بهذه الكرات العرضية، من المفروض أن مثل هذه المحاولات تتوقف عند هذا المكان. الكرات العرضية صاحب الكرة اللي يحاول أنه ينقلها الكرة العرضية، من المفروض أن مدافعي شوف 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 بالضبط، من المفروض أن تتوقف محاولة المنتخب الأسترالي هنا ولا يعطى أي فرصة. أهداف المنتخب الأسترالي كلاسيكية اعتيادية دائما ما تأتي بهذا الشكل. الكرة الآن أمامك لمصلحة المنتخب الأسترالي.